رجعنا لكم من جديد. هنعمل دلوقتي ايه؟ هعمل سندوتشات سجق بلدي. طبعا السجق دي حاجه هنلاقيها في اي سوبر ماركت سهله، فعلشان كده قلت ايه نعمل منه سندوتشات حلوه تبقى غدوه حلوه في الصيف في الساحل. المقادير بتاعتي هستعمل سجق، بس يا ريت تختاري حاجه دهونها قليله، ويعني لو من جزارك يبقى افضل. فلفل الوان وفلفل رومي، فلفل حراق، ثوم، معلقة صلصة طماطم وطماطم مبشورة، كزبرة، كمون، فلفل أسود. الصوص بتاعي هستعمل طحينة، طحينة سلطة الطحينة اللي هي بالليمون والملح عادي، مع بشر طماطم وثوم وفلفل حراق طبعا وملح وفلفل وكزبرة وكمون. كل اللي هحطه على السجق هرجع احطه على الطحينة تاني. خلينا نبتدي نشتغل. أول حاجة شوية زيت بسيطة، لأن السجق أصلا بينزل الدهون بتاعته، ف ما نكترش في الدهون علشان ما يبقاش تقيل ودسم. اهو هحط السجق الاول قبل اي حاجه علشان اشوحه، هو اللي بياخد وقت في ان هو يستوي، لكن الخضار مش هياخد معايا حاجه. نار عاليه وبسرعه علشان يبقى سيل بيمسك وما ينزلش دهون. بصوا هو مفهوش هنا دهون خالص، فعشان كده هحط شوية زيت وهنقلب كده عشان ما يلزقش معانا. لازم اسويه كويس قبل ما احط اي حاجة معاه. هعمل سلطة الطحينة، وبعدين هاجي هزود عليها. طبعا الطحينه معموله بالليمون وميه عادي، هحط عليها بقى شويه بشر طماطم، دي هتدي طعم تحفه للساندوتشات. شويه بشر طماطم وشويه فلفل حراق، خليني برضو اقلبه تاني ما انساهوش. وهحط بقى البهارات بتاعتي، بهارات كزبرة وكمون ومنساش التوم، شوية توم مع الطحينة اهي، واقلبها عشان تبقى جاهزة معايا لما اجي احشي السندوتشات تكون جاهزة. وهحط برضو فلفل حراق، لان السجق ما ينفعش من غير فلفل حراق. بعد ما تبتدي الخضار تطرى انا هقلبهم. لازم الخضار تستوي معايا، تطرى مش تستوي تستوي قوي، يعني تطرى تدخل في السوا. هبتدي بقى اعمل حفرة كده، احط شوية زبدة وهنزل بالثوم. لغاية لما تبتدي ريحته تطلع معايا ابتدي اقلبه. اهو بصوا، اروح اول ما راح تطلع اروح مقلباه مع السجق، وهحط بقى الصلصه. ما بحطش حاجات دي من الاول، لا بحطهم بعد ما الحاجه كلها تبتدي تخش في السوا. الصلصه برضو دايما حاولي تجيبيها فاتحه ما يبقاش لونها غامق. وهحط معاها طماطم مبشورة وبرده بهارات، كزبرة وكمون، وأقلب كله وأسيب
10 دقايق تتسبك الخلطة مع بعضها. ممكن لو عايزة تحطي شوية مية، ممكن نحط شوية مية صغيرين، احط عليه شوية مية صغيرين لو محتاج، مش محتاج خلاص حسب نوع السجق بتاعك. يعني اجهز العيش بتاعي بان انا افتحه، مفتوح عندي هنا، وهحط قبل السجق هحط الطحينة اللي انا خلطتها بالطماطم والفلفل والبهارات. هحط كده طحينة، وهنا تاني طحينة برضو، ارجع ما اسهاش عنه عشان انا ما حطيتش مية، فمش عايزاه ينشف. هو بصوا ريحته فظيعة، يعني رهيب. كده اهو، وهاجي بقى احط احشي الساندوتش، وتاني شويه من الطحينه عليه. زي ما قلت لك الطحينه تبقى عاملاها خفيفه شويه عشان احنا حطينا كتير ومرتين، ما يبقاش في الاخر طعمها اوفر معايا. وادي تاني واحد، الفلفل ريحته فظيعة حلوة جدا. طبعا بنقدمه مع شوية بطاطس محمرة وكده، غدوة حلوة زي الفل. اهو وزي ما قلنا الفلفل، ممكن بقى تحطي كاتشب على الوش. عايزه تحطي سكر وكاتشب في نفس خلطه السوسيس نفسها، او سوري السجق نفسها، اوكي شغال الخلطه اللي انت عايزاها يعني. بس هو انا شايفه ان هو بالطريقه دي حلو جدا ومش محتاج اي حاجه خالص. خلينا نعمل واحد كمان بس عشان نملى الطبق يبقى شكله حلو معانا. زي ما قلت لك اهو الطحينه خفيفه علشان هحط منها مرتين. انا كمان مخففاها بالطماطم، بس برضو اوريدي انت من الاول تعمليها خفيفه عشان طعمها يبقى حلو معاكي كده. دي سندوتشات سجق بلدي حلوه هتعجبكم جدا، سريعه وخفيفه وفي المصيف حلوه قوي. دلوقتي بقى ممكن اروح لفاصل تاني، هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا.